وداد كوداد كمكونه كامه ما كتمشيش تجيب الفلوس ديال الحشيش ولا راه اشخاص اللي ساؤوا ليها ودخلوا ليها على هذا الشهاب الداخل ديالها. هاد الناس هادو خصهم ياخذوا الجزاء ديالهم. غادي نعاود ناكد لك واحد الوقت، هادوك الاعانات رجعوا عليا انايا باشياء ضرتني انا شخصيا. هادوك الاعانات اللي كنت كنتلقى عند واحد المجموعه ديال المستثمرين والمستشارين لصالح من؟ لصالح الوداد. لصالح الوداد. علاش مشكله سي سعيد الناصري تقول للمغاربه بانه فعلا انك تلقيتي اموال من اشخاص وزدتي بينتي لهم رغم انك ما قلتيش الحقيقه الكامله بعد ما تلقيتي هذه الاموال اللي ساءت لي. انا عارف هو هذا هو الاشكال الحقيقي اللي عندي انا. انا عارف هو هذا هو الاشكال الحقيقي اللي عندي انا. انت ما قلتيش تلقيت اموال من البارون المخدرات كما قلت انا فعلا خرجت لك نيشان قلت لك سي سعيد الناصري واش ما تلقيتيش اموال من السباق؟ وكنت كنتمنى امام النيابه العامه يكون واقف حدايا سي سعيد الناصري ويكذبني ويقول لي فعلا انت كذاب. بديت كنقول بان بعض الاشخاص واخا يكونوا كيجيبوا لنا الاموال للفريق ما عندنا ما نديروا بهم الا كانوا غيسيئوا الفريق بالحجم ديالها. واش ما تلقيتيش اموال وانت كشخصيه عموميه وكشخصيه تدبر الشان المحلي وكذلك الشان السياسي والكروي عندي الحق نسولك الشريف، من فعلا يسيء لفريق الوداد البيضاوي والجماهير ديالو ومن هو الضحيه؟ نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله في هذا الفيديو هذا. ما خرجش باش نستعرض العضلات ديالي ونقول لك بان الملامح ديال الفيديو ديال بارون المخدرات المالي بدات كتبان اخي، وما خرجش باش نركب على الموجه ولا نرد الاعتبار النفسي ولا نطلب من بعض الاشخاص اللي كانوا هما غير ضحايا ديال بعض الصفحات الممنهزه اللي كانوا كيسبوا فيا انهم يسحبوا داك الشيء. ما كنطلب منك والو غنزيد ناكد لك، اذا كنتي كتفكر في شي حملات الثانيه والثالثه من بعد هذا الفيديو واغي ديرها يا خويا. رغم ان الحاله الصحيه ديالي ما كتسمحش لي الان ندير فيديو الا انني قررت نخرج نهضر معك. انت اللي غنهضر معك، انت اللي كنتي كتهاجمني في واحد الوقيته وانت اللي ضامنتي معايا في واحد الوقيته. كون اكيد هذا الفيديو بحال ما رايحين بجوجنا في راس الدرب وكنهضروا مع بعضياتنا وغنفسروا وغنخليو كما قلت لك الفاصل هو المخده ولا ما يتحط راسك وتقول ولاتي هاد السيد هذا شنو الفضل عنده باش يسيء الفريق بحال جماهير الوداد البيضاوي او فريق الوداد البيضاوي يسيء اليوم؟ واش فعلا كيقلب على انه فعلا كيدير خدمته ولا كيقلب على شي اشياء اخرى؟ عبد ربي الحمد لله بديك الهجمه الشرسه اللي طرات عليا كنت كنتسنى شي واحد يخرج لان اشرف بالمدن في المجال ديال الصحافه ديالو ابتز شي شخص ولا كيدافع على شي شخص هو ما يستاهلش الدفاع عليه او مجموعه ديال الاشياء. كنت اكيد ان عبد ربي اول واحد هضر في المونديال وباقي في قطر تما غير وصلني الاوديو ديال الرئيس ديال اسفيل اللي اليوم متابع امام النيابه العامه وخرجوا بزاف ديال البؤساء كيقول لك اشرف انت كذاب وهو القضاء خذا المزرة ديالو السيد راه في السجن. وكذلك طرحنا سؤال كامل كصحفيين وكمجتمع مدني من اللي سي بودريقة كالمسؤول على التذاكر فينا هو اليوم في المتابعة. علاش غادي اليوم ما تكونش المتابعة ديال واحد الشخص اللي كانوا التذاكر في يده؟ وانا عبد ربي كنهضر دابا في القضية ديال التذاكر كضحية حيت انا كنت تما في قطر وكنت متفرج ماشي صحفي وعشت انني ما كانش عندي التذاكر ديال داك المباريات اللي كانوا في يد سي بودريقه اللي كان طافي على المغاربه التليفون انذاك وزدح راسك. وكنت كنقول والحمد لله هذه الطيحه ديال بعض الاشخاص الا انني كنشوفهم اليوم كيتقلدوا مناصب اللي عليا وعليا ليا بزاف. غنرجع للموضوع ديال الوداد البيضاوي سي سعيد الناصري. باش في الفيديو الاول نقول لكم انني ما ذكرتش الوداد البيضاوي وبالعكس كنت كنقول بان بعض الاشخاص واخا يكونوا كيجيبوا لنا الاموال للفريق ما عندنا ما نديروا بهم الا كانوا غيسيئوا الفريق بالحجم ديال هذا. وكنت كنتمنى امام النيابه العامه يكون واقف حدايا سي سعيد الناصري ويكذبني ويقول لي فعلا انت كذاب ماشي سي زواد او سي طلال الله يذكرهم بالخير وكنمكن لهم كامل الاحترام والتقدير في هذا الفيديو هذا كما كنمكنوا لجميع مكونات الوداد البيضاوي والفريق ديالو والجماهير ديالو. انا كان المشكل عندي كان سؤال طرحت على سي سعيد الناصري اللي اليوم والبارح خرجتي في التسجيل لان والله ماشيو غير المقاطع ديالو اللي كنشوف فيهم اللي كتوصلني ديال تلقيتي اموال من عند اشخاص اللي فعلا حطوك في هذا المشكل. هادشي هذا غادي تشوفوه. انا ما كنقولش ان حيت ما قلتيش تلقيت اموال من عند بارون المخدرات كما قلت انا فعلا خرجت لك نيشان قلت لك سي سعيد الناصري واش ما تلقيتيش اموال من عند سي بارون سي المالي بارون المخدرات؟ طرحتها كسؤال وكذلك مازال غنعاود نسولها واش ما تلقيتيش اموال وانت كشخصيه عموميه وكشخصيه تدبر الشان المحلي وكذلك الشان السياسي والكروي عندي الحق نسولك الشريف. ما عنديش حق ندافع عليك في الوقيته اللي غدا ولا غدا خصني نسد عليا في داري ونتخبى مور الماريو حيت المغاربه عرفوا حقيقه لانك كتدافع ضد التيار ديالك. وكذلك انا كنهضرك شوف حتى لو ما طلبتيش مني السماحه انت اللي كنتي كتسئ لي انا نطلبها منك سير الله يسامح واسمح لي الا فهمتيني غلط
حتى مجرد ضحيه ديال واحد الصفحات اللي كانت مبدعات. واش ديتي الفيديو تبعتي فيه مزيان غتعرف بانني ذكرت الوداد باش تحيد المسؤوليه ديال انها تبقى عليها دوك الاتهامات. واحد الشخص سال على الوداد بعدا تخص اعتباري. الوداد كوداد كمكونه كامه ما كتمشيش تجيب الفلوس ديال الحشيش ولا راه اشخاص اللي ساءوا ليها ودخلوا ليها هذا التهم للداخل ديالها. هاد الناس هادو خصهم ياخذوا الجزاء ديالهم. شوفوا الفيديو ورجع معايا نعطيك واحد المساله اللي ضرتني كثار من شي حاجه اخرى. نعاود ناكد لك واحد الواقع، هذوك الاعانات رجعوا عليا انايا باشياء ضرتني انا شخصيا. هذوك الاعانات اللي كنت كنتلقى عند واحد المجموعه ديال المستثمرين والمستشارين لصالح من لصالح الوداد لصالح الوداد ضريت فيها انا دابا ضريت فيها. وهذا هو الاشكال الحقيقي اللي عندي انا، الاشكال الحقيقي اللي مسني في الشخصيه ديالي واللي مس سعيد نصيري في شخصه. هذا هو الاشكال ونتمنوا من الله غادي نخرجوا منه وتبقى هذه غير حكايه. انا عندي مشكله سي سعيد النصيري تقول للمغاربه بانه فعلا انك تلقيتي اموال من اشخاص وزدتي بينتي لهم رغم انك ما قلتيش الحقيقه الكامله بعد ما تلقيتي هذه الاموال اللي ساءت لي. انا عارف العلاقه ديالك واضحه وباينه وهذا الشيء ما غاديش يخفى على الفرقه الوطنيه والنيابه العامه ومزيد على السلطه القضائيه في القضاء ديالهم في المجرى ديالهم. اللي ضرني في خاطري هو ان في دوله اخرى كانت حاجه بحال هكا تحرك المسطره بشكل استعجالي في الامور هذا اللي كتقول. وانا معاك انا معاك ملي قلتي في الفيديو وقيلا المغاربه ما ردوش البال بحكم انك قلتي لهم هذه الحاجه اللي اثيغاتهم كثار من اللي انك غتخرج منها. انا كنقول الا كنتي باري نتمنى تخرج منها كما كنت كنتمنى توقف حدايا امام النيابه العامه وتقول لي انت كذاب يتم المتابعه ديالي. انا في الفيديوهات اللي كنكون متاكد منهم وكنهضر معاهم بقوه كنقول لكم سيروا للقضاء. راه ما كنجيش نقول سيروا للقضاء، حتى واحد ما غيبغي المضره لنفسه، وانا براسي ما غاديش نقدر على القضاء حكم انني غير بائس ويلاه بادي. يعني ما دعوي في القضاء ما قد عليهم وكيدعوا لي غير اختي. يكفي انني ولينا دعوه مور دعوه ومسؤول اللي هضرنا عليه بدا يهددك بالقضاء بحال السوارت ديال الحبس في يد. استغفر الله العظيم، غادي نحبس غير بيد مساله الاذان على قوله الله الاكبر ونكمل لك. ارجع عطيني كذلك ذاك المقطع اللي قال فيه غادي يخرج منها باش نقدر نديطايح خصنا نديطايح المقطع هذا. وانت نتمنوا من الله غادي نخرجوا منه وتبقى هذه غير حكايه وما تتكررش. كنتمنوا من الله غنخرجوا منه، يعني كاين الخروج منه. انا كنقول لك سير الله يسهل امرك، سير الله يوفقك الا كنتي مظلوم، كنتمنى ناخذ الجزاء ديالي الا كنت ظالم، الا انني انا ما غاديش نتساهل مع شي واحد. دبر الشان المحلي او الكروي غير كمينه ديالي ما كنهددش، كمينه كالدور ديالي كونك انت كمواطن، الدور ديالك انك توعى وما تخليش هاد الناس هادو يقدروا يدوزوا لنا من الجهه الاخرى ديال قله الوعي ديالنا ولا يستافدوا من قله الوعي ديالنا. كذلك كنقول لك انا الدور ديالي اليوم لقيت واحد الوسيله في موقع التواصل الاجتماعي كتوصل المعلومه. انت اللي كتفرج في هذا الفيديو فيه واحد 60% 70% دابا شادين هذا الفيديو في تيك توك. والله ما عندي تيك توك، كنصور فيديو ونصيفطو للناس هما اللي يحطوه، الناس اللي خدامين معايا ولا اللي كيشتغلوا معايا هما اللي كيحطوه. يعني حتى تيك توك ما عندي، يعني انا امي كنقولها دائما في هذا الموقع التواصل الاجتماعي وماشي متصفح بزاف. حتى الحوار ديال سي سعيد النصيري البارح شفت غير مقطع منه اللي هو هذا ماشي شي مقطع اخر، كانت فيه دلائل اخرى. كنت كنقول واقيلا هذا السيد هذا، انا شوف انا ما عنديش مشكل مع فريق الوداد البيضاوي يدبر المال ديالو ويعيش ازمات كما كيعيشوا، لا بالعكس انا كنت كنتمنى جميع الفرق الوطنيه الكبرى ما تعيش كاع الازمات وكاملين يكونوا بخير، وهادشي اللي كنتمناوه كاملين انهم يشرفونا. وانا كنقولها لك انا فريق الوداد البيضاوي من الصعب انني نسيئ لواحد الفريق. البارح كنت وسط الجماهير ديالو وحط غير راسك بلاصتي وقول انا شنو نقدر نسيئ الوداد البيضاوي، علاش غيعطينا الوداد البيضاوي؟ وكنقولها لك حتى بديك الحمله ما قلبتش فيها على الشهره. نهار خرج الجيش الملكي بهذه الرسائل عليا كان بامكان اي واحد غيفرح ويخرج ويقول واو ركب على الموجه ونبان ونقول للمغاربه انا لا ما خرجش. نهار خرجوا دوك الطيابات اللي كيترادوا بالنسبه لهم اليوم انهم ما كيقدروش يخرجوا من دارهم انهم فعلا غتبان شي حقيقه وغتولي عندك اي مشكل مع المغاربه حيت كتهمك الدرهم. انا راه اللي انت كيهمك الفلوس، انا راه كيهمني كلام المغاربه عليا. إلا كيهمك أنت تبيع الماتش أنا كيهموني كلام المغاربة عليا وملي كنخرج للزنقة وكنشوف داك الحب في عينيهم وفي قلبهم. راه ما كيقولوش لك هذا هو الصحفي، لا تقول الصحفي ديالنا. الصحفي ديالنا كيقول لك هذه الكلمة الأولى اللي كيقولها لك حيت كيمتلكك. وباش تملك المغاربة صعيب بزاف، عندك أصحاب لك واه ما واعيينش ولكن أذكياء لواحد الدرجة ما كتصورش. الإناء ديال الذكاء عندهم خصها اللي يعمرو، يعني ما غاتقولبش أنت المغربي، ما غادوزهاش عليه. إذا دوزتي عليه عن عاطفه وعن حب في شي مواقع وشي شي صفحات اللي كتمول من طرف بعض الاشخاص، واللي هنا غنرجع للفيديو الاول اللي فعلا كتسيء للفريق، راه واحد الوقيته غتبان الحقيقه. ومهما طال الظلام غتطلع الشمس
انا كنقول لك في هذا الفيديو هذا والله ما كنتمنى شي واحد انه يقدر يمشي لك لا للسجن لا للسجن راه ما تمناش لعدوك شغل الناس اللي تكونوا لاباس عليهم وعندهم واحد الطبقه معينه اجتماعيا راه ما صعيب عليهم ولكن كنقول لكم انا اي شخص كيدبر شأن المحلي والشأن السياسي ولا الشأن الكروي ولا اي درهم من المال العام كتدبر ولا الذهب شي حاجه بحال هكا راه غادي نطرحوا عليه بعض الاسئله. الدور ديالنا حنا ماشي نعطيو اتهامات ولا نفرقوا اتهامات مجانيه وانما الدور ديالنا نطرحوا اسئله. وهنا غادي نختم بانني انا في دوك الثلاثه اللي هضرت عليهم لا لطيفه رأفت للوداد لا بعيوي لا سعيد الناصري لجأت لكم بعد الله سبحانه وتعالى برساله نصيه. انا ما كنجاوبش التليفون وبعض المسؤولين كيعرفوا هادشي ما كنعيطش لك باش تجيو لي جي نجلسوا نهار جوي جي نجلسوا راه صيفطت لكم ديك الساعه يولي القضاء بيناتنا صيفطت لكم رساله فيها مجموعه ديال الاسئله وطلبت منكم هكذا تجاوبوني بناء على هذوك الاسئله تعطيوني باش نقدر نخرج في الفيديو بهكذا ونقول هذاك الشيء اللي خصو يتقال. وكنت كنتمنى حتى بديك الحمله انكم فعلا تسدوا عليا داري ما نقدرش نخرج نتخبى نقول ما يمكنش المغاربه تبدا عليا ملف قوي انني بتزيد شي شخص ولا خديت شي فلوس من عند شي شخص ولا درت ولا درت ولا فعلت. الحمد لله حتى حاجه ما تبدات من هذا الشيء هذا قدر الله ما شاء فعل. تبارك الله عليكم.